يعني اكيد الرئيس شيراك معه حق بادبيات تيار المستقبل. نحن ما بنحكي بهذا الموضوع بالقرار 1559، بس هيدي الحقيقه، واللي قاله الرئيس شيراك حقيقه. الشيء اللي بعرفه انه الرئيس الحريري كان مؤيد للبند المتعلق بالانسحاب السوري، ومثل ما قال الرئيس شيراك بكتابه. بس لحظه استاذ جورج، لانه ما تقوله مهم جديد من تيار المستقبل. الرئيس رفيق الحريري كان مدركا وعالما وشريكا بالقرار 1559؟ نعم. وتحديدا بالبند المتعلق بالانسحاب السوري. أوكي. اما البند الثاني مش بس شريك، انا برايي قرار 1559 هو اللي قتله لرفيق الحريري. اوكي. هيك من الاخر. اما البند الثاني المتعلق بنزع سلاح حزب الله، الرئيس الحريري كان ضده. هلا ليش ولد هذا البند؟ الرئيس شيراك بقمه النورماندي مع الرئيس بوش حكي معه بموضوع الانسحاب السوري. صحيح. وكلنا بنتذكر الى سياق هيدي الحقبه. صحيح. يعني اللقاء الشهير مع الرئيس بشار الاسد وتهديد رفيق الحريري والى اخره، والضغوط السوريه اللي كانت بدات تتنامى من 2003، خصوصا مع اسقاط حكومته بال 2003 بعد غزو العراق. فكل المناخ بلش يتبدل. الرئيس شيراك حكي مع الرئيس بوش بانه اصدار قرار من مجلس الامن عن حول موضوع الانسحاب السوري. بس وقتها كان التباين بعده طازه بين الطرفين حول غزو العراق. نعم. كلنا بنتذكر الرئيس شيراك كان ضد الغزو الامريكي للعراق، ورجع من شان يعتذر تقارب مع جورج بوش تماما بأي ثمن. تماما. كان لبنان جزء من هذا. كان الشرط الامريكي تيمشي بالموضوع السوري انه خلينا نحط بند عن نزع سلاح حزب الله. فتمت الديل هيك بالنورماندي. الرئيس الحريري فوجئ بالبند المتعلق بحزب الله، ولانه كان يعتبر انه مستحيل هذا البند انه يتطبق وما ممكن يتطبق، وله كلام ماسور قاله باتصال مع الرئيس شيراك بعد صدور القرار 1559، بيقول له فيه ما حرفيته انا لا احتمل جزائر تانية في لبنان. كان بيقصد البند المتعلق بسلاح حزب الله، وكان بيصير على حق بيصير في حرب لعشر سنوات كما حصل في الجزائر، وكان على حق بدليل انه لحد اليوم هذا البند بالقرار 1559 ما تطبق، مستحيل تطبيقه. بعد القرار حكيت معهم؟ مع مين؟ مع التيار المستقبل، مع القياده، باي قرار 1559 حضرتك يعني عرفت شويه تفاصيل؟ انا شو بدي بالقيادة؟ يعني مين كتبه مثلا؟ لا هيك ما بعرف. اولا نحكي عن غسان سلامي؟ لا مش صحيح، مش صحيح، حرام، انظلم الوزير. أوكي. سلامي. بس خليني اقول لك شغله كمان البعض ما بينتبه لها. نص القرار 1559 كوبي بيست عن اتفاق الطائف، يعني ماخوذ بندين تقريبا كوبي بيست عن اتفاق الطائف. يعني موضوع نزع سلاح الميليشيات اللبنانيه بس سلطة الدولة، بس إعادة انتشار، بس إعادة صياغة بطريقة هيك. طيب.